ومكملين معاكم مشاهدينا على الهواء مباشرة، وفقرة أخرى هامة من فقرة نهارك سعيد النهاردة بنتكلم فيها عن شباب مصر والحق في فرص عمل كريمة. الحقيقة في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة النرويجية وبدعم منظمة العمل الدولية لتوفير فرص عمل للشباب، هتقوم الحكومة النرويجية بتوفير دعم تنموي للشباب المصري في محافظة القاهرة ومحافظتين في صعيد مصر بواقع 7 قرى في كل محافظة لتوفير فرص عمل للشباب العاطل. موضوع غاية في الأهمية، علشان كده هنلقي الضوء عليه النهاردة، وهيكون ضيفي وضيفكم مشرفنا النهاردة في الاستوديو الأستاذ أيمن نصري المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية. أستاذ أيمن صباح الخير ونهارك دايما سعيد. أستاذ أشرف صباح الخير، وإزاي حضرتك؟ أتمنى لك بخير. الحقيقة بنتكلم في البداية عن المشروع ومتى بدأ تنفيذه، وايضا كنت بكلم حضرتك قبل الهوا عن هذا المشروع الهام، وعايزين نوضح للساده المشاهدين. هو زي ما قلت حضرتك المشروع بدعم من الحكومه النرويجيه ومنظمه العمل الدوليه والمنظمه المسكونيه، هتنفذه هنا مع منظمتين، واحده مسيحيه، منظمه تنمويه، واحده مسيحيه واحده مسلمه. جميل. المشروع على مرحلتين، المرحله الاولى من 3 اجزاء. الجزء الاول هيكون اجتماع تحضيري في النص الاول من شهر مايو، هندعو فيه العديد من منظمات المجتمع المدني المسيحيه والاسلاميه اللي بتشتغل في مجال التنميه، وهنتكلم في نقط مهمه جدا. ايه وضع الشباب العاطل عن مصر، العاطل في مصر دلوقتي؟ ايه هي التحديات اللي بتواجه المجتمع المصري فيما يخص الوضع الاقتصادي؟ وهل ده بيأثر على مشروعات التنميه اللي بتقوم بيها منظمات المجتمع المدني؟ الوضع الامني دلوقتي هل بيعيق عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الاهليه؟ وهل لو احنا بدأنا المشروع هيتم وهيكمل، لان احنا المشروع بنتكلم على سنتين 2015 2016، ولا هيكون في عوائق امنيه؟ هنتكلم في نقطتين مهمين كمان، ازاي نرسخ وناكد فكره حقوق الانسان على الارض من خلال العمل التنموي. يعني المنظمات دي هيقولوا لنا ازاي ان احنا بنحقق حقوق الانسان من خلال العمل التنموي، ازاي تاثير الاسلامي المسيحي التقارب والتعاون بينهم هيساهم في بناء العداله الاجتماعيه والسلام خاصه في القرى والاماكن الفقيره. ده الجزء الاول. الجزء الثاني هتبقى في بدايه شهر 6 لمده 3 شهور هتبقى دراسه ميدانيه لحوالي من 5000 ل 6000 شاب في القاهره وفي محافظتين الصحيح. ده الرقم المستهدف للتحقيق؟ لا، ده الرقم المستهدف للدراسه الميدانيه. احنا عايزين نقف على الشباب دول، الدراسه دي هتبين لنا حاجات كتير قوي. اماكن الشباب دول ايه؟ تجمعاتهم، درجه اقادتهم للقراءه والكتابه، اخر مرتب حصل عليه، اخر فرصه عمل، اعمارهم السنيه، حالاتهم الاجتماعيه. الدراسه الميدانيه دي يا استاذ اشرف هي اللي هتخلينا عندنا صوره كامله احنا هنعمل عمل تنموي. لان احنا لما بنقول عمل تنموي ما بنقول قروض لمشروعات صغيره متناهيه الصغر، بنقول تدريب مهني يحصل عليه الشاب العاطل عشان بعد كده ان هو يحصل على فرصه عمل كريمه واحنا برضه هنساعده فيها. فده الجزء الثاني. الجزء الثالث هيبقى بايلوت بروجكت، يعني مشروع تجريبي. كل منظمه هتعمل مشروع ل 500 شاب. نوعيه المشروعات هتتحدد من خلال الدراسه الميدانيه، لان احنا مثلا لو بنشتغل في محافظه في مدن وفي قرى، هنا انا ما اقدرش اعمل مشروع اعممه على كل الناس. حسب المتطلبات واحتياجات السوق في المنطقه دي ممكن اعمل تدريب مهني هنا، ممكن اعمل قروض هنا. بالظبط. فالدراسه الميدانيه هتورينا حاجات كتير جدا. طبعا بالنسبه للاجتماع التحضيري في نهايته هيتم الاتفاق على منظمتين يقوموا بالمشروع على الارض. ولكن استاذ ايمن دائما ما نرى مشروعات على يعني مشروعات جيده ونرى دراسات واستطلاعات للرأي والآخر، ولكن كيف نطبق هذا على أرض الواقع لكي نرى بالفعل فرص عمل تتوفر للشباب العاطل؟ هو أول حاجة زي ما قلت لحضرتك لازم تحط إحنا عايزين نعمل إيه، الهدف إيه من المشروع. الدراسة الميدانية هتبين حاجات كتير جدا وهتخلينا نشتغل بشكل علمي صحيح. أنا عارف دلوقتي أنا رايح أعمل إيه وفين، الاعداد قد ايه، هنخدم ايه، هنعمل مشروعات نوعيتها ايه. طبعا نوعيه المشروعات دي حضرتك بتحتاج متابعه، يعني دايما يعني هنكون في الصعيد دايما على الارض بنتابع المشروعات. المتابعه هي جزء مهم جدا جدا، وكمان الجزء الاهم المنظمتين اللي هيعملوا المشروع لازم يكونوا جادتين وعندهم كوادر ان هم يقدروا ينفذوا على الارض، لان المشروع ليه تفاصيل كتيره جدا. يعني مثلا من ضمن التفاصيل ان احنا قبل الجزء الثاني من المشروع اللي هو المشروع البايلوت بروجكت او المشروع التجريبي، هنعمل زي جلسات توعيه، هنوعي الناس، هنجمعهم عشان نعلن على المشروع. ففي تفاصيل كتيره جدا لازم يكون المنظمتين عندهم من الخبره والكيادر ان هم ينفذوا المشروع بشكل جيد على الارض. تحدثت حضرتك عن نوعيه الاعمال اللي هتقدم للشباب، تقريبا هتكون شكل الاعمال دي ايه او هتنحصر في المشروعات؟ المشروعات احنا ممكن بنفكر ان احنا نبدا بمشروع للقروض الصغيره ومتناهيه الصغر، لان ممكن في الصعيد كتير يبقى فينا نوعيه مشروعات ممكن ان احنا بالزبط. نمولها وبعدين بتدي مردود كويس. يعني النهارده لما تدي له قرض مثلا بدون فايده بدون اي شيء تدي عائد سريع. التدريب المهني انا بشوفه برضو مهم جدا، لان انت بتدي له
بتعلمه حاجه، بتعلمه ان هو يبقى عنده حرفه ويقدر ان هو يشتغل، بس ده يعني لونج تيرم شويه، ده هيبقى هياخد وقت اكتر. لكن المشروع لو هو عامل دراسه او عنده مشروع واحنا اتناقشنا فيه ممكن نقدر نموله. انا بس عايز ازود جزء ان احنا في نهايه الجزء الثالث من المرحله الاولى هيتم عمل فيلم وثائقي ونقدم تقرير مالي واداري للجهه المانحه اللي بدورها هتوافق لنا على الدعم الاكبر في 2015 و2016. ده اللي يهمنا، هنعمل نوعية المشروعات اللي عملناها في المشروع التجريبي ولكن بشكل موسع قوي، يعني على مستوى 3-4-5 محافظات في الصعيد، ودايما بنحب نحط تارجت محافظة القاهرة. هو في بعض المشروعات اللي ممكن تكون مشتركة دايما ما بين محافظات الصعيد وبين القاهرة أو الإسكندرية؟ لا، هو دايما احنا بنخلي المشروع مركزي، يعني مثلا احنا دخلنا في محافظة مثلا زي المنيا في 7 قرى مثلا، هنشتغل على 7 قرى، هنعمل التدريب المهني ل7 قرى دول، القاهرة تشتغل، المنظمتين هيشتغلوا، ممكن دي ياخد ده ياخد محافظة ده ياخد محافظة حسب أماكن، يعني برضه هنتفاهم معاهم يعني هنشوف هم بيحبوا يشتغلوا أو عندهم كوادر فين أو أماكن تدريب فين ونشتغل فيها عشان نسهل الأمور. طيب يعني خليني أسأل، هل هناك فرق بين نوعية الأعمال ونوعية المشروعات المقدمة؟ ولا الاثنين بيصبوا في معنى واحد؟ أكيد الاثنين بيصبوا في بعض. أنا النهاردة لما هعمل تدريب مهني عشان أقدر أهله أنه هو يبقى عنده فرصة عمل ويقدر أنه هو يشتغل ويكسب ويبقى عنده دخل يقدر يصرف بيه على نفسه ويقدر يصرف بيه على عيلته. طب خلينا نتكلم على الفئة المستهدفة بقى أستاذ أيمن من هذه المشروعات. أكيد طبعا أي حد يسمعنا هيقول الشباب طبعا، ولكن جايز قد يكون الشباب هو الفئة المستهدفة أغلبها، ولكن قد يستفيد ايضا غير الشباب من هذا المشروع؟ لا، هو الحقيقه احنا بنركز دايما لما بنعمل مشروع بنخدم فئه عشان تقدر ان انت المردود من المشروع يبقى ايجابي. منتظرين النتيجه على فكره. بالظبط، احنا منتظرين. هقول لحضرتك حاجه يا استاذ اشرف، يعني بشكرك على السؤال. احنا المرحله الاولى هتحدد حاجات كتير قوي. لو اتعملت المشروع المرحله الاولى بشكل جيد وكانت الدراسه الميدانيه كويسه ووافيه وكان المشروع التجريبي اتعمل بشكل ناجح، في بسهوله ان احنا نقدر ناخد الجزء الثاني الاكبر، ان احنا ناخد من الحكومه النرويجيه دعم اكبر ان احنا طبعاً نعمل مشروع 2015-2016 بالفعل. ولو نجح المشروع هتلاقوا مش بس الحكومه النرويجيه كمان، ده انتوا هتلاقوا اكثر من جهات تدعم هذا المشروع. استاذ ايمن خلينا نشوف فيديو بيشرح فيه عمل هذه المنظمه الجميله ونرجع تاني مره تانية بعد الفيديو. طبعاً. المنظمة المسكونية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية. المنظمة المسكونية هي منظمة غير حكومية مقرها جنيف، وهي بتعمل طبقا للقانون السويسري اللي بينظم عمل المنظمات غير الحكومية وبالتعاون مع حكومة جنيف. هدفنا هو دعم المرأة من خلال توفير فرصة عمل محترمة أو قرار تقدر بإن هي تعمل مشروع صغير للتحسين من حالتها الاجتماعية والمادية. مشروع تمكين المرأة اقتصاديا هو مشروع من أهم المشاريع اللي احنا اشتغلنا فيها، فكنا ان احنا نمكنها اقتصاديا دي حاجة بتديها باور، بتديها قدرة على ان هي تاخد ثقة في نفسها، وان احنا بنبني شخصيتها من جديد وبنكون كاركتر جديد لحياتها. عشان نخليها ناجحة اقتصاديا لازم نبني وعيها الاقتصادي في الاول، لذلك احنا بنبدأ المشروع بان احنا نعمل مجموعة من التدريبات. التدريبات دي بتركز على مجموعة من المواضيع اللي بتبني الوعي الاقتصادي، زي مثلا نعلمها ازاي تعمل دراسة جدوى مبسطة للمشروع، نعلمها ازاي لما تعمل مشروع تسوق كمان. المشروع بيتكون من 3 مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة استقبال. ورجعنا مرة تانية مشاهدينا مع الأستاذ أيمن نصري وبنكمل كلامنا عن فرص العمل للشباب العاطل. الحقيقة أستاذ أيمن كنا بنتكلم على المستهدف من هذا المشروع هي فئة الشباب، ولكن خليني أتكلم على أيضا المستهدف من الفئة العمرية، يعني أي فئة عمرية من الشباب بالتحديد أنتوا بتسعوا من خلال تجربتكم أنكم تطبقوا عليه هذا المشروع؟ ده اللي هتحدده الدراسة الميدانية. أنا شايف أنكم مركزين قوي على موضوع الدراسة الميدانية، هو طبعا شيء أكيد مهم جدا لأنه هيوضح حاجات كتير، ولكن يبدو أنكم بتعتمدوا على هذه الدراسة. دي خريطة الطريق اللي احنا للمشروع. أنا النهاردة من خلال الدراسة الميدانية زي ما قلت لحضرتك أعرف قد إيه عدد الشباب دول، أماكن تجمعاتهم، أعمارهم السنية إيه، نوعية المشروعات التنموية اللي أنا ممكن أعملها اللي هتختلف من مكان لآخر. دي خريطة الطريق بالنسبة لنا، دي اللي احنا على أساسها هنكمل المشروع.
الفيديو اللي شفناه ده يا استاذ ايمن، وكنت انت بتشرح حاجه معينه، ويبدو ان كان فيه اهتمام جامد جدا من حضرتك لشرح هذا المشروع. الحقيقه ان المشروع الحالي واللي هو يخلص ان شاء الله في 2014 بمرحلتين، هو دعم المراه اقتصاديا من خلال القروض الصغيره. احنا قدمنا للمراه المعيله في مصر في للقروض الصغيره في منطقتين، مدينه السلام وعين شمس مرحله اولى، مرحله ثانيه كانت الراس السوداء. الحقيقه انا شايف انه دعم ان المراه اصبحت شريك اساسي في المجتمع طبعا. ودعم اسرتها اقتصاديا اصبح لا مفر منه، وبرغم كده هي دايما مظلومه في الحصول على فرصه تدريب او عمل، وده دورنا احنا كمنظمات مجتمع مدني ومنظمات غير حكوميه ان احنا نوجه الدعم المفقود ده من خلال القروض، ان هي تقدر تعمل قرض تحسن من وضع اسرتها المالي والاجتماعي. لو المرأة المصرية على فكرة كمان لما بتاخد فرصة فعلا بالفعل انها تنتج بنلاقي منها نتيجة كويسة جدا، بس ان لا يعني اديها الفرصة. من خلال الدراسات الزيارات الميدانية اللي عملتها المشروع، انا عايز اقول لحضرتك ان السيدات بيتميزوا بذكاء فطري، وكان عندنا امثلة، عندهم جلد، عندهم رغبة في النجاح. بتعمل مشروع بتبقى عايزة، احنا بندي قروض، بندي كارد، ما بنكتفيش بالكارد الاول، بندي كارد تاني والتالت والرابع، وفي بعض الاوقات بنوصل للقرض الخامس. بتلاقيها عايزه تسدد القرض الاول عشان تاخد القرض التاني عشان تكمل. يعني كان في احد المشروعات مثلا كانت سيده طلبت ان احنا نعمل لها مشروع الكوافير، ازاي تعمل كوافير، وخدت اوضه في البيت عندها وعملت الكوافير. انا كنت بتكلم معاها وقلت لها طموحك ايه، قالت لي انا مش هسكت لغايه لما يكون عندي المحل بتاعي. عندهم رغبه الكوافير بتاعي، عندهم رغبه واصرار ان هم يكملوا. دايما 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 المرأة المصرية بتكون تحت يعني عند حسن ظننا في جميع المشروعات اللي احنا بنعملها اللي بتدعم المرأة. الحقيقة شيء كويس دايما ان انت لما بتبدأ في حاجة وتجد لها مردود ونتيجة بتبقى عايز استمر وعايز تكمل. استاذ اشرف، انت قبل الفاصل قلت نقطه مهمه جدا وكانك بتقرا افكاري. بالفعل في كثير من الجهات المانحه والدول مستنين احنا هنعمل ايه في المشروع دوت. لو المشروع المرحله الاولى نجحت، انا باكد ان في عدد من الدول والمنظمات الدولية عندها استعداد تمول مشروعات، وندخل بقى في حاجات تانية. يعني ممكن نعمل مشروع مثلا لأطفال الشوارع كمان. أنا شايف على الشاشة دي صور لأنواع المشروعات اللي أنتوا قدمتوها. بالضبط بالضبط. ده إيه؟ ده مصنع صابون؟ لا، ده محل صغير وبيحضر فيه اللي هي بيجيب المواد الخام بالضبط، المواد الخام للأدوات. شوف بساطة المشروع قد إيه يا أستاذ أيمن، بسيط ولكن يبدو إن هو اللي عايز ينجح حاجة بينجحها. بالضبط. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، لما دخلنا عملنا الزيارات المدينة للمشروعات الحقيقة أنا كنت منبهر جدا. يعني كان في واحد مثلا بيعمل مشروع للسبح، فقال لي حاجة لطيفة جدا عن مشروع السبح، صناعة السبح، صناعة السبح المستعملة. فقال لي حاجه لطيفه جدا، هو شاطر قوي، فخد قرض والانتاج اللي بيعمله بيروح السعوديه. ففي مره من المرات كان في حد قريبه جاي من بره، فقال له انا جايب دي من السعوديه، وكان الموقف اللطيف ان هو اللي كان عاملها. هو اللي كان عامل الحاجات دي وبتتصدر وبتتجاب من بره. قد ايه انا كنت مبسوط جدا بيه، ودايما بندعم نوعيه المشروعات دي. طب خليني اسال سؤال مهم جدا استاذ ايمن عن الاماكن اللي هيتم فيها تنفيذ المشروع. اوكي، ان احنا عرفنا ان هيبقى في اماكن في الصعيد وبعض القرى والاخر، ولكن يبدو انكم مركزين على منطقه معينه بعينها لنجاح هذا المشروع. هقول لحضرتك، احنا مش يعني احنا لما بنقول الصعيد، من خلال الاجتماع التحضيري والدراسه الميدانيه احنا هنشوف المنظمتين اللي احنا هيتم الاتفاق معاهم دول بيشتغلوا فين. يعني هنفترض مثلا ان في منظمه منهم بتشتغل في سوهاج مثلا والمنيا، يعني اوريدي عندهم مشروعات، عندهم كوادر، عندهم اماكن تدريب. انا افضل في المشروع التجريبي ان انا اكمل على الـ على الـ على الكلام دوت، او اكمل على الشغل اللي هم بيعملوه. ممكن في المرحله الجايه 2000 الدعم الاكبر في 2015 2016 ممكن افتح اماكن تدريب جديده واماكن جديده، ولكن افضل في المرحله الاوليه زي ما قلت لحضرتك، المرحله دي هي الترمومتر، هي اللي هيقيس لنا مدى نجاح المشروع وحجم الدعم اللي احنا هناخده عشان نكمل. استاذ ايمن صلح لي المعلومه انا بقولها، هل بتسعوا الى الاماكن الاكثر فقرا في محافظات مصر طبعا. ولا الموضوع ملوش علاقه بالاماكن الاكثر فقرا ده. ولا احتياج العمل ولا ايه بالظبط؟ انا دايما في الـ في الـ في الـ في الانترفيوز اللي بعملها بيسالوني طب في دعم مفتوح، بقول لا، احنا بنوجه الدعم للاماكن الاكثر فقرا والاكثر احتياجا وللشباب وللناس اللي هم محتاجين. احنا بنغير واقع سيء جدا للناس في بعض الاوقات، فدايما متوجه المشروعات دي للاكثر فقرا والاكثر احتياجا في القرى والاماكن النائيه. طب خليني أسأل حضرتك سؤال هام جدا، وهو هل هذا المشروع هو أول مشروع ولا سبقته العديد من المشروعات؟ أنا بشكر حضرتك على السؤال. إحنا الحقيقة بدأنا في مصر 2011، المشروع الأول كان مشروع تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حرفة الشمع، لأنه كان مشروع لطيف جدا، وكانت فكرة من أحد اللوكال بارتنرز عرضها علينا ونفذناها. بنعلمهم إزاي يعملوا الشمع، القوالب بتتعمل إزاي، شمع الملون، شمع الأبيض، والحقيقة إن كان مردود المشروع كويس جدا. مررنا حوالي 400
الطفل والإنتاج بعد كده تسوق وهم اكتسبوا. والحقيقة برضو أبهروني لأن هم أبدوا مرونة واستجابة غير عادية. المشروع الثاني اللي هو عملناه في 2013 يخلص السنة دي إن شاء الله، اللي هو دعم المرأة الاقتصادية من خلال القروض الصغيرة. والمشروع اللي جاي ان شاء الله ده هيبقى، يعني احنا ماشيين بالترتيب، يعني كان مشروع صغير كبرنا شويه، المشروع ده كبير قوي. انا مش ببص للمرحله الاولى، انا عيني دايما على المرحله الثانيه اللي هتكون اكبر بكتير. فنتمنى ان احنا نقدر ان احنا ننجح في الجزء الاول، المرحله الاولانيه من المشروع ده هيبقى مردوده كويس جدا عند الحكومه النرويجيه. سؤال بيدور في ذهني دايما الحقيقه، اذا نجحت في الخطوه الاولى زي ما بتقول وتسعى الخطوه الثانيه، ونفترض حتى في الدراسه المدنيه المستهدف كان 5000 او 6000 زي ما حضرتك ذكرت رقم في بدايه حديثنا، ولكن اذا نجح هذا المشروع ما هو الرقم المستهدف في الفتره اللي بعدها؟ بص حضرتك، احنا المشروع التجريبي البايلوت بروجكت اللي هو الجزء الثالث من المرحله الاولى ده هيبقى كل مؤسسه تنمويه هتعمل 500 و500 تمام، حسب الريبورت اللي هيتعمل، فاينل ريبورت اللي هيتعمل هيتعرض، هم هيحددوا بقى الدعم هيبقى قد ايه ونقدر ان احنا نشتغل بيه. بس انا بتكلم ان شاء الله هيكون رقم كبير لان سقف التوقعات عالي قوي المشروع ده، وهم منفتحين جدا وعندهم استعداد ان هم يدعموا بس يشوفوا نتائج كويسه على الارض. هي دي اللي بس دايما بركز عليها، منتظرين يشوفوا نتائج كويسه على الارض طبعا، وهو ده الفيصل بقى للنجاح. اذا كان في نتائج كويسه هيستمروا في دعمهم ومنحهم طبعا. انا كمان عايز اقول لحضرتك حاجه استاذ اشرف، ان العمل التنموي ده سفير للنوايا الحسنه. النهارده احنا لما بنبعت مسج للناس بنقول ان احنا بنعمل عمل تنموي، يعني في امن، لان انت عارف حضرتك ان المشروعات التنمويه دي بتتم على الارض ومرتبطه بالامن. فاحنا النهارده لما بنعمل المشروع ده رساله جيده جدا جدا للمجتمع الدولي، ان المشروع كبير يتم في مصر بالشكل ده يبقى فيه امن، على عكس بعض الاخبار السيئه اللي بيتنقلها للاسف الاعلام المحلي انه دايما الصوره وحشه. يعني احنا لما بنيجي نتكلم، مهم جدا الكلام بتقوله ده طبعا، يعني انا اقول لحضرتك يا استاذ اشرف، لما بنيجي مثلا نتكلم بنلاقي صعوبه، الناس عايزين، عارفين قيمه مصر وعايزين يدعموا مصر، ولكن هو متخوف لانه الاخبار اللي جايه كلها عن الوضع الامني ان هي سيئه. فبيسالوني طب تقدر تنفذ المشروع؟ المشروع يتنفذ مفيش مشكله. عايز حضرتك تقول ان في تخوف حتى من تطبيق هذه المشروعات في طبعًا. مصر من خلال الدول المانحه طبعا. انا اقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا في احد المشروعات كان في مشكله ان هم متخوفين ان هم ينفذوا المشروع على الارض، فقلت لهم لا، يعني انا اديتهم ضمانه يعني. قالوا لي طيب الاعلام، فقعدت ادور على الانترنت ان احنا نشوف مثلا تغطيه اعلاميه للعمل التنموي في مصر، ضعيفه جدا، مفيش اي حاجه تذكر، كله سياسه، كله سياسه. يهمنا طبعا ان احنا نتابع الوضع السياسي في مصر حتى كمصريين مقيمين في الخارج، ولكن التسليط الضوء على العمل التنموي لا يقل اهميه، لان ده شيء ايجابي جدا، شيء في منتهى الايجابيه. فانا بطلب دايما من الاعلام ان هو يسلط الضوء على العمل ضروري عشان في تواصل وانتم موجودين حتى بالظبط. وهقول لحضرتك حاجه، يعني انا النهارده تجربتي الشخصيه، انا دلوقتي بحاول ان انا يبقى في يعني الاعلام يغطي المشروع ده، انا بلاقي صعوبه، بلاقي صعوبه ان احنا نوصل وان احنا نغطي المشروع ده، والمشروع ده هيفيد ناس كتير جدا ان شاء الله. الرساله الاعلاميه توصل، وان شاء الله توصل بشكل جيد في الفتره القادمه، عشان صوره مصر دائما في الخارج تبقى في امن وامان وصوره جيده. الحقيقه الاستاذ ايمن نصر المدير التنفيذي للمنظمه المسكونيه لحقوق الانسان والتنميه الاقتصاديه، بشكرك على وجودك معنا النهارده، واكيد هيكون لنا لقاء ثالث كمان بعد كده عشان نعرف مدى النجاح اللي حققتوه للشباب الموجودين في بلدنا الحبيبه. شكرا جزيلا. انا بشكر حضرتك استاذ اشرف. حاجه اخيره احب اضيفها، بشكر نهارك سعيد، لانه الحقيقه دايما البرنامج بيدعم المشروعات اللي احنا بنعملها للمؤسسه، دايما بابه مفتوح، تلفزيون مصر ده احنا بنعتبره بيتنا. كمان انا بحب اوجه شكر الإدارة المصرية، اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية، الحقيقة حللنا مشكلة انتخابية مهمة جدا في جنيف. احنا ما كانش عندنا قنصلية عامة في جنيف، وما كانش عندنا لجنة انتخابية، كنا بنضطر نروح بيرن، الحقيقة سهلوا لنا الموضوع جدا وبقى في لجنة انتخابية. كمان لغوا التسجيل الإلكتروني اللي قبل التصويت، فبقينا بنعمل عملية تصويت بالبطاقة، بالجواز سفر المميكن او البطاقه، وسهل الامور جدا. لكن المسج اللي انا بنقلها للمصريين المقيمين في الخارج اللي هم من حوالي 8 ل 10 مليون، انه من فضلكم انزلوا، طلبتوا ان احنا نشارك في صنع القرار السياسي طبعا، انزلوا من فضلكم، ما يبقاش 500,000، عايزين من ال 10 مليون يبقى على الاقل 5 مليون بالظبط. دايما المصريين في الخارج مش بعيد عن بلدهم ابدا. مشاهدينا بشكركم على متابعتكم لهذه الفقره الجميله، فقرات نهارك سعيد ما زالت متواصله، تابعونا ولكن بعد الفاصل.